السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس أطلق انستغرام خاصية انستغرام تي في لرفع الفيديوهات الطويلة. سويت شرح كامل بخصوص هذا الشيء، كيف ترفع فيديو طويل وكيف تشوف الفيديوهات اللي لأصدقائك أو الفيديوهات المقترحة. تعلمنا على إعدادات التطبيق إلى آخره من الشروحات، لكن الأسئلة اللي توصلني من أمس إلى اليوم يعني بالكومنتات في اليوتيوب وفي انستغرام وفي تويتر، على طول توصلني أسئلة مخصصة عن الفيديوهات اللي ما تظهر في هذا التطبيق. يقولك أنا عندي فيديوهات ولكن ما تظهر في هذا التطبيق ولا أقدر أرفعها. طبعا الفيديوهات مو كلها يقبلها التطبيق. الفيديو اللي يكون بشكل طولي، الفيديو المقاسات كبيرة جدا ما يقبلها هذا التطبيق. يقبل طبعا ما يقبل من كاميرا الجوال مباشرة، يقبل إذا كنت مصور من جهاز الآيفون أو الجالكسي، مصور تصوير خاص فيك وتقدر ترفعه على هذا التطبيق، أو يكون عندك مقطع بشكل طولي، الفيديو العريض ما راح يقبل معك. والشيء الثاني، الفيديو اللي أقل من دقيقة ما راح يطلع معك بالاستوديو. يعني لو تدخل التطبيق وتشوف الفيديوهات اللي عندك بالاستوديو، اللي أقل من دقيقة ما راح يظهر معك. طبعا شرحي خاص في أجهزة الآيفون. الأجهزة الثانية أنا شخصيا والله ما أستخدمها، ممكن شخص ثاني يقدر يفيدكم بهذا الشيء. على كل حال، شرحي اليوم كيف تقص أجزاء الفيديو، أطراف الفيديو يعني، من اليمين، من الشمال، من الأعلى، من الأسفل. هذا الشيء خاص فيك. بالبداية تنزل هذا التطبيق. طبعا هذا البرنامج مجانا في الأبل ستور، تقدر تنزله الآن. وبعد ما تنزل يجيك بهذا الشكل. بالبداية ندخل على هذا التطبيق ونشوف الفيديوهات اللي ما يقبلها. كمثال أنا أبي أنزل فيديو الآن. نضغط على علامة الزايد من هنا. طبعا الشرح يطول ولكن نحاول قدر الاستطاعة اختصر عليكم الوقت. نبي ننزل هذا الشرح. زي ما تشوفون طبعا الفيديو الموجود زي ما تشوفون الفيديو اللي هنا. اسم حسابي في انستغرام مو ظاهر كله. طرف الايفون من جهة اليمين مو ظاهر زي ما تشوفون. يعني هذا الفيديو ما راح يدعم، التطبيق ما راح يدعم هذا الفيديو. طيب انا ابي اقصه وبطلع شاشة الايفون عشان يكون واضح للمشاهدين. زي ما قلنا نروح نرجع الى التطبيق، الى البرنامج عفوا. البرنامج هذا بعد ما ننزله راح يطلب منك السماح، الوصول الى الاستوديو. تضغط السماح الوصول الى الصور او الاستوديو. بعد كذا تظهر لك الفيديوهات الموجودة عندك في الجهاز. كمثال ابي اختار الفيديو اللي قبل شوي. بعد ما نحدده راح يظهر لي بالشكل هذا. تضغط على اي مكان في الشاشة راح يشتغل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تشوفون اشتغل الفيديو. طيب انا شنو نوع النوع التغيير اللي يبي اسويه؟ عندك خيارات تحت قص الى اخره. نضغط على الخيار الاول من هنا زي ما تشوفون، وبعد كذا يظهر لك الفيديو بهذا الشكل. لو شغله شوي بس. السلام. زي ما تشوفون طلع لي بالشكل هذا. طيب انا ابي احدد جزء معين، ابي اخليه كذا. طيب ابي اخلي شاشة الايفون بس تظهر، اقدر اخلي نص الشاشة. البعض يقول انا عندي جزء معين ابي يظهر في الفيديو مثلا بنص الشاشة، اقدر امسك من النص واحرك الفيديو التحديد على وين ما احب. يعني مثلا ابي هنا، ابي على اليمين، ابي على الشمال. كمثال ابي هنا انا على الشاشة بس. يعني اهم شيء يكون الشاشة، اطراف الفيديو، واسم حسابي في انستغرام. هذا ما يهمني يعني يظهر في الشرح او لا. بعد كذا نضغط على دن من فوق، من الاعلى من جهة اليمين، وراح يظهر معك هذا العداد. ننتظر على ما ينتهي العداد ونرجع لكم من جديد ان شاء الله. بعد ما انتهى التعديل راح يظهر لك بالشكل هذا. اول ما تشغل الفيديو زي ما تشوفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص تم قص اطراف الفيديو. طبعا انت تحدد هذا الشيء على راحتك، على ما يقبل معك يعني بالتطبيق. تقص من اليمين، تقص من الشمال، من الاعلى، من الاسفل، براحتك لين ما يقبل معك في تطبيق الانستغرام تي في. الان بعد ما تم التعديل نجي الى حفظ الفيديو. نضغط على هذا الخيار من هنا، السهم اللي في الاعلى في جهة اليمين، وتطلع لي مجموعة خيارات. أولا ننتظر هذا العداد يعني التحميل على ما ينتهي، ونرجع لكم ثانية مرة.
زي ما تشوفون خلاص تم حفظ الفيديو في تم عملية الحفظ أو التحميل. نضغط يقولك تقييم البرنامج ليس الآن، نضغط على ليس الآن ونسحب الشاشة إلى الأعلى، وبعد كذا نضغط على هذا الخيار من هنا. طبعا عملية الحفظ وعملية التعديل تختلف من مقطع إلى مقطع، أنا طول معاي شوي لأن مدة الفيديو أكثر من 5 دقائق. بعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات، الحين الفيديو جاهز ولكن نبي نحفظه على الجهاز، نضغط على هذا الخيار من هنا، وبعد كذا يقول لك خلاص تم الحفظ في الجهاز، نضغط على إكس، وبعد كذا نرجع من للسهم من الخلف، يقول لك هل تريد الخروج مع التعديلات أو من غير التعديلات، نضغط على يس من هنا. وبعد كذا رجعك على الاستوديو اللي خاص فيك، تقدر تختار مقطع ثاني وتعدل عليه. الحين نروح للتطبيق نفسه ونشوف البرنامج اللي عدلنا عليه قبل شوي. زي ما تشوفون قبل شوي طلع لي نص الفيديو او اطراف الفيديو مو ظاهرة بشكل واضح او مختفية يعني بشكل كامل، اما الان زي ما تشوفون في شاشة الايفون اللي انا حددتها ظهرت بالكامل والحمد لله. البرنامج ناجح جدا، تقدرون تستخدمون وتعدلون عليه الفيديوهات وكل شيء. طبعا هذا حسابي في انستغرام، وتشرف بمتابعة الجميع. اعيد واكرر طبعا شرحي خاص في الايفون، الاجهزة الاخرى انا ما اقدر افيدكم فيها، ناس كثير ان شاء الله يقدرون يفيدونكم بهذا الشيء. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بخدمتكم. اشكركم على المتابعة وفمان الله.